الهايبوثيرابي، هورس رايدنج ثيرابي، او العلاج عن طريق ركوب الخيل عند الاطفال اللي في عندهم مشاكل دماغيه، كاطفال التوحد، كاطفال الشلل الدماغي. هذول يتم تركيبهم على الخيل بدون سرج واللف فيهم لمدة ربع ساعة لنصف ساعة لإمكانية تحسين النظام الجسدي عندهم، وبالأخص فالفائدة هاي بتعطيهم فائدة للدماغ، بصير في عنا توصيلات عصبية أكثر من النخاع الشوكي، لأن قاعدين على الحصان وماشيين وبنحاول نكون متوازنين، وحركة الحصان مشابهة لحركة الإنسان، فهذا بعطي تحفيز قوي لهذول الأطفال، عدا عن حنان الحصان والقوة الإيجابية الموجودة في مرض التوحد. هي مشكلة في التواصل، فالطفل اللي مصاب في هذا المرض اللي هو بيكون بالعادة من سنة لسبع سنوات يكتشف يكون عنده مشكلة في التواصل مع العالم الخارجي عن طريق التعلم، ففي عندنا صعوبة في التعلم، في عندنا صعوبة في التواصل، بيكونوا في عندهم حركة كاملة لا إرادية، طاقة كبيرة عندهم، ذكاء ممكن أقول خارق عند هدول الأطفال. لما يكبروا مع العمر الأمور بتهدى شوية، بيركزوا شوية، الأسباب مش واضحة لإيش مشكلة في الدماغ بتأدي لهذا المرض. العلاج ما في علاج نهائي، العلاج بيكون على شكل علاج تواصل، علاج مع ركوب الخيل، علاج مع التمارين، علاج مع للحفاظ على غدة البروستاتا يجب التقيد في هذه التعليمات. أكل السمك، الأسماك بمختلف أنواعها، سمك السلمون يحتوي على أوميغا 3 أحماض أمينية، الطماطم تحتوي على الليكوبين وضد الأكسدة، المكسرات ومضادات الأكسدة الموجودة فيها والأحماض الأمينية، والزنك، الزنك موجود بشكل كبير في بذور القرع، الزنك يطرد السوائل والمعادن مع الأوميغا 3 من الجسم، التوت وكل أنواع التوتيات هذه موجود فيها كثير مواد ضد الأكسدة، يعني ضد الالتهابات، الخضروات زي الكرنبيت والبروكلي مليئة في هذه المواد ضد الأكسدة، الحمضيات بكل أنواعها، البصل، الثوم، الأفوكادو. شو اللي ممكن يضر؟ اللحوم الحمراء، الألبان، الملح، من الأعشاب، الكرز وبذور الكتان.